ازاي نعمل عمرة؟ هنفتح الموقع بالسعودية للطيران وهنختار رحلة ذهاب بس من القاهرة لبيروت، وبعد كده هنختار الميعاد زي ما احنا شايفين كده ونعمل متابعة. بعد كده هنفتح معانا هيظهر لك الرحلات. بعد ما يظهر لك الرحلات هنختار الاختيار بتاع زور السعودية. بعد ما نختاره هنختار جدة، وبعد كده نختار 4 أيام ونختار عرض. هيظهر لي الرحلات كلها بتواريخ، هنختار الأنسب لنا من ناحية الفلوس أو من ناحية التوقيت ونختار. طب هنا بيقول لك اتأكد من التأشيرة، لازم تاخد التأشيرة، ما تكملش حجز لما التأشيرة تظهر لك. دي بياناتك هتعملها بعد ما تدخل بياناتك، طبعا أنا مدخلها قبل كده تمام، وهتكمل بياناتك كلها وحاجتك كلها، وبعد ما تكملها هتروح بقى التكميل ان انت تقدم بياناتك بالظبط وكل حاجة تبقى مظبوطة عشان خاطر بعد التأشيرة. بعد ما تعمل كده هيفتح لك الخانة الجديدة اللي فيها تأشيرة مرور الإلكترونية، هتختار بياناتك طبعا، أنا مسجل من الأول تمام. بعد كده هتختار معلوماتك الشخصية هتحطها كلها، وبعد كده تدوس إرسال. بعدها على طول هيقول لك يا إما تم القبول يا إما تم الرفض. ما تكملش حجز الرحلة لما يقول لك تم القبول وهتلاقي التأشيرة جات لك. الرفض ده هتستنى شوية، لازم يجيلك التأشيرة على الميل، ما تكملش حجز وتدفع فلوس. أول ما يجيلك التأشيرة دي على الميل كده أنت خلاص تأشيرتك وصلت، تبدأ تكمل في الدفع. هنا هتحط الفيزا بتاعتك وتحط بياناتك وتدفع، وأنت كده تمام حجزت الطيران وبعد كده هنقول الفندق والباقي.